لا 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 كوها 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 شوية كوها لا شيرو لا شيك عبد المين رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم وعلى الجميع بألف خير يا رب والله يتقبل منا منكم صالح الأعمال. اليوم معكم شيرو مثل ما عودتوا ما بعرف إذا تعودتوا ولا لا لسه شيرو بحلته الرمضانية. شيرو ما حيكون لحاله اليوم طبعا شيرو حيكون معه شخصين مميزين كتير بمجال شغلهم على اليوتيوب. قبل ما تعرفوا الضيوف مين هنن بدي اياكم أول شي تعرفوا قواعد اللعبة اليوم. خلوني اشرح لكم قواعد برنامجنا. رح يكون في معنا اثنين من صناع المحتوى يلي بتحبوهم ويلي رح يصير رح يروحوا على شيرو ماركت وحيكون معهم 30 ثانية فقط يقرروا الطبخة يلي بدهم يطبخوها بناء على الاغراض الموجودة ويختاروها وبعدها طبعا اكيد يبلشوا طبخ. رح يكون في معهم طبعا ثلاث وسائل مساعدة. اول واحدة طبعا 5 ثواني في شيرو ماركت يختاروا شغلة نسيانينها. ثاني واحدة اساعدهم بتقطيع او تحضير شيء. ثالث شغلة يسألوا توب شيف او جوجل كيف شغلة معينة تنعمل. وبس يخلصوا طبخ طبعا توب شيف رح يعطي تقييم على كل طبخة بناء على التقديم والطعمة. استمتعوا. والله خلينا نرحب باحلى شباب باليوتيوب يا اليوم الباشا بروف والملك اوسي. كيفكم يا باشا؟ هلا والله. هلا والله. تعال انت ما شاء الله والله بس ضروري كثير نسلم على جدتك. الحمد لله اهلا وسهلا. شايف كيف من اول ما بلش بلش صح من الاول. يا زلمه بس بدي بس يجي وقت التحكيم تذكري مين سلم اول. بعرف كله ما في غش. قيد الدراسه ما في غش. حسب انت شو تطبخ شو بتعمل ازرع تحصل اسرع تحصل. اوكي اوكي ماشي ماشي عشان تاكد كل هاي السله حبيه. انا والله ما بعرف حسب شو رح نطبخ. اندومي هذا يا شباب مهمتكم الوحده مثل ما سمعتوني لازم تردوا ماما. معكم 30 ثانيه تطلعوا على شيرو ماركت بناء على المكونات اللي موجوده رح تختاروا طبخه وتطبخوها. ماشي حلو كثير. مين حيبلش اول؟ ليديز فيرست. برهوم تفضل. ما بعرف شو هاي. لا والله ليديز وشو ما كان مشان العدل في عندنا هون زهر. اوكي لانه دائما الافضليه لاول واحد يختار صح؟ صح. ممكن يكون في شغلات. طب ليش مو مع بعض الاختيار؟ لا خليها هيك مشان تكون متعبنا نحن اوريدي عندنا صعوبه بالطبخ صعوبه باختيار كمان. يلا رح نشوف. انا حخلي خالته ترميها. انت رح ترمي مره واسامه مره واكثر واحد بجيب نقاط بجيب على نقاط يعني هو رح يبلش. اوكي يلا ماشي 1 2 3 اختار واحد من أربعة. اوكي أربعة نايس. ما ارمي احسن. تفضلي تعال تفضل. الحكم حيرمي عني. شكلك كثير عم تظبط الوضع. تظبط كونت من هلا. اي 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 سوري. اوكي يلا لحظه خلي اتفرج. تعادل تعادل تعادل. شو بنسوي بهالحاله؟ شو بنسوي؟ حلو نرجع نعيد نرجع نعيد من اول. اوكي يلا. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. حظ الباشا حلو. يلا تفضلي حكم. تفضلي. شكرا. الله يا رب يا رب. والله لو شو عرفت ليش انا بدي ارميها. رح نبلش التايمر بعد 1 2 2 اوكي 3 بلشت. لحظه انا شو بحبني. اوكي بدي هي. لا تنسى البندورة. بهارات ما في. في اوليك بهارات فوق. طب شو بصير لو اخذت كل البهارات؟ لا 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 ما بصير ما بصير. من كل وحده في تنتين. اه والله عبر وقتك عبر وقتك. اوكي اوكي ماشي. لحظه نتفرج شو لسه في. شو شو عم يصير؟ ماشي ان شاء الله. 9 شو بتسوي؟ ناخذ لحظه. استنى استنى. 4 استنى. 3 2 لحظه في شيء لسه؟ وقتن. ستوب ستوب. تعال معي اسامة. يا اخي تحت الضغط الطبخ صعب. انا بدون ضغط ما بعرف اطبخ. اول شيء جبت عصير تفاح. بصل شجر ال شو هاد؟ بالله شو هاد؟ انت نقيت اول ما تجيبه شو هاد؟ لا تقرا الاسم. زعتر. انت تايم. شفته شو؟ تايم. هذا بيعطي نكهه. جبت بهارات كلها ما بعرف شو هي. جبت ملح كمان. جريفي. شو هذا الجريفي؟ جبت شغلات فاضي هاي. زبده. ما شاء الله مو شايفهم غير في من العالم. حبيب بتعرف انا وجوردن رمزي كنا اصحاب نحن وصغار. مين جوردن رمزي؟ خلص العم. لما تعرفه تعال عبد ضدي طبخ. لما تعرف العب بالطبخ. يلا لحظة. جبت كم بطاطا حلوة. هذه هي عروس الطبخة. شو هي فرجيني الستيك. الستيك هي اليوم ريباي.
ريباي طبعا طبعا الريباي بتكون قصه جدا جدا فخمه من البقره بتيجي موقعها بالبقره فوق على اليمين مبروك انت خوش في منك يلا رح يبلش التايمر بعد 1 2 3 جو ربي ماركت شو ماخذ لبنه بخيار شو عم تسوي دجاج بلبن؟ نسيت شغلة مهمة واو اوف 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 حبيبي اترك شي للحلقة الجاية لساتنا بأول رمضان اترك شي للحلقة الجاية صار أخذ كل السوبر ماركت 5 4 3 2 1 ستوب انت ماخذ معك للبيت؟ حتكمل بالبيت طبخ ايش في؟ شو جبت؟ جبت البهارات، رمان، كاتشب كاتشب بالطبخ مايونيز ما كاتشب بالطبخ حبيبي انا الشيف لك بتجيب لي بطاطا حلوه وطبعا طبعا انت عارف شو هذا الزعتر اللي ما كان بيعرف لما حبيبي هذا زعتر تعمل معه سندوتشات لبنه بتاعك وين الزيت طيب؟ هذا الزيت صح؟ اه صح جبت لك زيت لا طبعا لا شو جبت شو؟ زيت جاب زيت ولا لا؟ جاب زيت اوكي صدم جاب قلت لك لبنات بندوره بصل شكله حيعمل صدر انا رح اخلص قبله بنص ساعه على زيت وشطه لا مو شطه ايش هي؟ هي مو شطه معجون طماط معجون طماط طيب جايب كاتشب معجون طماطم وبندوره ليش؟ انا بقى شفتها شطه الصراحه هو الصح هو الصح حكم ايش في؟ هاي البهارات هذا الملح اوكي سو ستيك جاج ستيك ما حدا بيعرف شو ما شاء الله لا انا بعرف شو جيج جيج لك دجاج بلبن مع بندوره مع سلطه هدول الخضره كلها للسلطه اوكي هلا يمكن بس لا عم تعطي افكار ما كان بفكر بالسلطه يعني انا حاسس في طبخه رح في حدا رح يعمل طبخه اطيب من الثاني ما رح اقول مين في شيء رح ينطبخ اوكي شباب بلش انا عم فكر اطبخ بعين واحدة مسكرة اصلا قد مو سهل الموضوع بلا ايدين كمان وين الصحون لا زيح ولا زيح هيك شو بدك شو بدك الصحون وين شو بدك شو بدك بالصحن بدي وعاء واضح انه مبلش بده وعاء ليش لماذا داخلين صف عربي نحن ولا مطبخ هي وعاء هي وعاء هداك الخشب ايه هذا وعاء ما اظن حيمشي الحال بهذا شو بدك تعمل فيه هاي هون شو بدك انا بدي وعاء تبل الدجاج ايه هذا بتتبل الدجاج اعطيه تبل الدجاج تعال كل هذا كيف تفتح؟ عليها كلمة سر هي فيس اي دي؟ انا بعرف شوفي لمسة؟ لا لا في شوك طلع سكاكين طلع وين؟ طلع هي وين بيكون مباشر؟ اوكي الى مكان مباشر شوفنا شو عم تعمل شوي ثواني بس بدي اغسل لانه النظافة من الايمان يا اوسي ما غسل هلا تذكرت الايمان حبيت شيلها اوكي انا بس حتى اخذ اغراضي بعدين بنغسل انا اي شخص حياكل من ورا اوسي الله يرحمه ويمكن انا حطيت المكونات غلط كان لازم احطهم بالترتيب بس ما بيأثر وين الزبالة هاي؟ كاسة اوكي عصرنا الليمونات يا معلم شيل الخسة حطها بالسلة شيل هدول عشان نبين نجيب اللبن لبن؟ بتعرف انا ماشي انا عم بطبخ مش انت بتعرف انا عاي نظرية ماشي قدم الغشيم والحقه قدمته هلا صار دوري يلا نقول بسم الله نشلح الخواتم حلو حبيبنا هذا عشان النظافه هذا قاعد بيظبط ستايلاته نقول هلا طبخة هلا بسرعه اوكي نقول صراحه شفتها من قبل حلو هاي اوكي بس مبدئيا انا جبت العيد ليش والله في العسل لازم جبت والله جبت العيد ديم بدك وسيله مساعده انا موجوده مساعده بدي شو بدي وعاء صغير تفضل يا عنا يلا شو احكي لي هذا شو عامل شو عامل اوكي انا المفروض كان لازم احط اللبن والزيت والليمون والبهارات مع بعض كلهم مع بعض بعدين ايه صح عادي بس ما في مشكله بتصير بتصير ايه لكان عادي كل شيء له حل كل شيء له حل خلص بنخلص بس اهم شيء المعلقه هي ما تحطها بالفروج وترجع تحطها باللبن مشان ما نكب اللبن بعدين حبيبي قرب بصي 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 زعلان الزعل اشيل اللبن ما نحطهم هذول تعال اشيلهم واضح انه هيك تأشير صح؟ كيف التأشير بس؟ سؤال انا عم بشر هدول صح يا صاحب البرنامج؟ لا
كيف تشرب؟ علمه؟ مرة؟ لا ما هو ما علمني طيب شباب ما شاء الله أول مرة بحياتي لا ما بتفك شيء ماما مسكرة ايه على الشفرات مسكرة أسامة شو عرفني أنت أول مرة بتعمل الحلقة؟ فكرت حلقات مالي مالي يستخدم الساعة شو عرفني؟ شو مسكرة شو عرفك؟ طب الجست اللي قبلي ما طبخ أكلة طيبة؟ ما استخدم ما طبخ بطاطا هيك تعمل؟ أوكي يس تفضل حبيبي شكرا لك حبيبي اهلا وسهلا اوكي مبدئيا بنحط حاليا الدجاج بالبراد ليرتاح وين حطلعه بعد رمضان ايش في وين في معنا وقت على الافطار بنطلع ماما شوفي ايش صار واو شكله كثير حلو كيف بس اقول لك شغله دجاج ايش في صدر الدجاج مو سميك مو لازم كنت تعملهم هيك شوي طبعا خذي عنه خذي عنه مبدئيا بس انا فيك تعمل على فكره فيني اعملها بس انتبه ما تجرح ايدك ما سالتني شيرو ليش انا عم بستخدم بطاطا حلوه لانه الحلو بيأثر حلو صح اسمع يعني بطل والله انك بدون بطل اسمع بدون كروفة بما انه غسلت يعني مشي مهم سؤال تفضل شو انسب عمر هالسؤال قبل 5 سنين قبل 5 سنين شو قبل يعني قديش عمرك هلا اوسي 4 سنين يعني تزوج بالبروبلم مثلا لا انا شو عمري 26 هلا انا يعني انسب عمر الزواج تشوفه يعني انت وشي انت اصغر من شيرو 27 شيرو قد ايه عمرك 27 انا اكبر منه بشهر لا ولا انت اي شهر ولا هو 96 3 3 شيرو انت 96 انا اكبر 29 واو اكبر منك بيوم باشا شو؟ اعلم بيوم سنه بتحترم الكبار سمعت؟ شوفي شوف لي شوف لي حكم انت بتعرف اني انا بخاف السكاكين؟ والله عندي فوبيا ماينس 1 بوينت حكم ايش ما نطبخ فوبيا. يعني؟ ما نطبخ؟ انا عندي فوبيا سكاكين حكم ما نطبخ يعني؟ المهم اوسي قلت لنا 27 ايوه بتحس 27 يعني قربت ها؟ قربت ها؟ انت صرت 27 انتوا اثنيناتكم قربتوا مو بس هو لسه ما لسه 26 هو قال انسب عمر 27 انا لسه ما قلت انسب عمر والله انا قلت انا قلت انا بقرر انا قلت عنك امك حكت عنك امك لحالك انت باشا انت باشا انسب عمر انسب عمر للزواج حس 27 برضه لا تقلد ليش هلا بيعمل طبخة نفسها 27 ها يعني زيجة اسامة وانت شد عمرك برهم الجلال خالته الشغلة مش بالعمر 92 ها مواليد 98 صح بس شغلة عندك شغلة مو بالعمر 11 شهر 11 25 شو برجك قوس خالتي اعطيكي الاي دي هاي زيتي ولا زيت مرهوم والله لا بقى لكم يا شباب حبيب حبيب شكرا والله لا بقى لكم يا شباب كلك ذوق حكم انا نسيت شغله هونيك بدي اروح جيبها معك اوكي روح جاهز شو هي معك 5 ثواني اسامه من هلا خلصت خليني اتفرج في شيء ثاني واو لا ما في شيء ثاني اوكي خلص اوكي نسينا التوم التوم يس هو صح نسينا التوم في كمان في عندك 5 ثواني هني والله ايه بالماركت طيب بس انا اقول استنى كمان شوي يعني واخذت الازاز وكسرته على الطاوله واحترق المحل مع الزيت شو بنسوي وقتها انت هاي كاميرات ومين اللي خوفني ما بكون في حلقه زلم ما بتخاف قد ايه ضلنا ناكل يا شباب انا فيني خلص اكلي خلال ربع ساعه تماما باشا انا تقريبا بده نصبرهم شي 40 دقيقه شو 40 دقيقه يعني ما تحطها مع الشاورما ايوه الله انتوا كم اخذتوا برهوم انا اصغر واحد نحن 3 اوكي الله يخليكم عندك اخوات بنات لا بس عادي بخلي اوسي اختي يعني الله ستر تخيلي بنت بتشبه لبرهوم او لا اوسي مثلا انت حبيبي اربعه نحن 4 شباب بالبيت الله يعين امي وانت كمان ما عندك اخوات بنات؟ لا شو هالصدفه اثنيناتهم ما عندهم اخوات بنات؟ عشان تعرفي خططها ها؟ عرفني انا عادي بخلي مرهوم اختي كمان لا لا انا محترم ما بحكي هالحكي بالايام الفضيله هي هو مصورين البرنامج حاسس قاعد مع اثنتين كل واحده عم تلقح الثانيه حكي يا حبيبي شو ربك البنات بيلقحوا والشباب ما انا ليش حاسس تصير حريقه هون تخيل قد ايه بتطلع حلوه الحلقه شو اعطيه شوكه في شوكه والله ما في شوكه بس لا اكسكيوز مي كان هي شوكه اتس اوكي اتس اون يا ثانك يو عم تحلي والله احترقت باشا ما احترقت هالمنظر هذا شو هذا شكلنا حناكل اليوم بوب كورن معلم شو بقول بوب كورن حط لكم احلى فيلم هلا حط على صح
3-4 اوكي وصلنا للمراحل الاخيره يا جماعه، ما ضل شيء دقائق وبكون الاطباق جاهزه داخلين على الطبق الرئيسي. ماما متحمسه؟ على فكره انا لسه ما رحت جبت شيء ناقصني. لا فيك تروح عادي. ايه بس الشاورما ما بدها سلطه؟ او خيار بلبن. شو يا طباخ؟ خيار بلبن. شو يا طباخ؟ معك وقت معين. هي 1 2 3 4. ايش في حكم الوقت؟ نسيت كيف تعد؟ يلا تعال اعمل سلطه خيار. تعال اعمل سلطه خيار. يلا اعمل سلطه خيار. يلا تعال خيار بلبن. اسهل يعمل خيار بلبن مع لبن جوا. شو اسمه؟ شو ضل؟ لا في لبن. شر اسمع شربون حليب اطفال يعني على. ايه في. خليني اساعدك مرتب التنظيف. شو رايك؟ يا ريت والله. ايش في؟ ساعدك مامي. رح ساعدك لك انا. ما بدي تنظيف، انا عم ساعد حالي عشان اخذ نقاط زياده. لا مو حرام. بابا كل شيء ما بده اياه شيله من قدام. هلا بخاف يشيلوني. يا حكم عم نحكي مواضيع مهمه نحن هون. نحن عم نتناقش بالطبخ ما عم نسال. طبخه فيها هلا هي تستعدي حق نقاط بالعالم الطبخ؟ فضل تس. ايه والله الشباب مولعين الشباب. ليترلي والله كل شيء والله جد مولع. طبخه نظاميه عاملين. حبيبي شو بدك جايبنا نمزح؟ والله العظيم ما توقعت هيك. نحن بالشهر الفضيل لازم نشتغل كل شيء ممتاز بطريقه رهيبه. كيفني معك؟ راح تجوزي؟ بعيد الشر. بعيد الشر فاضي. رقم ولا تحجيب؟ بعيد الاضحى. يا ظريف عيد الفطر الاخر. وين السكينة؟ تفضل. لا ديمونتايز بعدين بلاها. كم ولا تحجيب؟ والله حسب يعني اذا السيارة اللي عندي كم مقعد بالساعة؟ قتلك هلا. شو بيعرفني انا؟ انا مو عارف بكره شو حاعمل. واحد يكون لا بلا واحد يكون انا الطبخ مو حلو. انا مثلا ما شو حابب يكون عندك؟ مبدئيا انا ما بحب الاولاد. يعني ما حيكون عندك سيارة اصلا اذا ما حبيت الاولاد. اصلا انه الاولاد بتجيب الرزق. اسامة كان عم بقول حسب السيارة كم مقعد، فانت قلت ما حتجيب اولاد. صح فيك تجيب سيارة تكبر السيارة. اي والله صح. كمان والله انا عم حاول اتهرب من الجواب عرفت بس لا عادي يعني انا مثلا اقل شيء أيوة. اربعه لحظه هي نزلت بالزيت استنى حلو حتاكل اكل يا خالتو. لا ما عليك كل شيء على النار بينضف. تاكل ستيك بخيط ماما. اما شو زيت حيكون؟ اوكي ساعدك جاهز يا وين الكاميرا رولينج؟ لحظه حيصير في اكشن هلا في عندكم. اوه اسمع حيصير في اكشن هلا استنى هذا هي بدي سكين اشطر من هي بعد بتحط ملح هي؟ بتحط ملح؟ لا مسكين انت شو بتحطها عكس عكس اتجاهك عكس اتجاهي. ما طلع الصوت ليش؟ لانه ما خليتيني على غليه اكثر. شو مكان مسكتك يعني؟ علي اوكي بنحطها هي هون وبنحطها هي جنبها. لانه مكتر سمنه. بعدين شو بنعمل هلا؟ صراحه انا صار يطلع شوف شو بنعمل. شوف شو بنعمل هلا. شوف شو بنعمل. جاهز؟ جاهز. شو بنعمل؟ ناخذ تو ماي. لا اللي حتعمل هيك. لا شو بيض هو؟ ستيك. ناخذ هدول الاثنين هيك. ايه اصلا شوي صغيرة بس هيك. هلا حميد كرمال الله انت. كرمال الله كرمال الله. بس رح شوف شكله شلون حيطلع. طلع هي هيك. سمعتي؟ كان بده اياها اسامة. والله طلع عنده طلعت السس عنده سبحان الله. لاني هو كتر زيت. لا بس لانه في عندي اظن بدك تخفف تحتها. اوكي كيف بنعمل هلا؟ ناخذ هي هيك خلي تخفف عليك تحت السس. نحط هدول والله كفو. لسا عم استوت. لدو نصيحه لدو. اللحم ما بندق زي ما مستوي. بتعرف امتى شو ده؟ ده؟ حتدوقي شيء؟ عمرك ما دقتي ولا حتدوقي اخر مره ولا رح تريدي تدوقي لاني اكل انيه. لا 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 تفتي. دونت فتا دونت فتا. ليش؟ دونت. اوكي حنعمل هيك هلا. هلا اصبر هون ما تجيب الفلسفه. حتحممنا؟ لا مو هي. شو طعمها؟ شو هاي؟ شو بلاش؟ هذا بلاش. هاي نوتيلا. وحياة الله استعمل المطبخ اكثر من بعرف. شو رايك؟ لا 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 قوها اشهر. ليش هيك عم تعمل؟ ليش هيك عم تعمل؟ شو دخلك انت؟ عادي عادي هنيمة 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 ترسلات خارجية. هو ما في جائزه يا اخي. في لمسات في لمسات شوي لمسات لازم اوت اوف ذا بوكس. لا 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 تفضل قدم انا الصحن. اوكي قدمه كانك بمطعم فاخر بال اي مثل ما بتقول. اوكي تعال قدم الصحن انا.
بيجي من ورا من ورا الطاوله من هون نقدم الصحن. مثل ما عم تشوفي عندنا هون صحن ستيك مع بطاطا حلوه طبعا كله مبخر بطريقه حلوه. هي معموله مثل ما انت بتحبيها تحت الولبن بحبه. وطبعا اللحمه لحمه ريباي من اغلى انواع اللحمه. ولنزود لنجيب لشو بيقولوا لنجمع كل النكهات مع بعض حطينا جريفي اللي هي صوص للحمه والله يستر. طبعا شوفوا كيف حطيت السكينه على اليمين عشان الاتيكيت والشوكه على الشمال. هذا اتيكيت الاكل اخذتي بعين الاعتبار. رح نترك خالد تقيم. طبعا الصوص شوي نشف. مين حط كاتشب؟ رح اخذها بعين الاعتبار هالنقطه كمان. حط الصوص مثل ما لا ابي انا طبخته بس هلا انا بدي ادوق بالصوص وبدي ادوق بلا صوص عشان اذا في عامل مشكله شيرو معك بالشو اسمه بالصوص ما ياثر على حكمي. اوكي بس انا برايي طلعي على قديش اللحمه كيف مطبوخه. واو شو طريه. ايوه طريه. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع جيبوا له مي عصير شغله ووتر. اللقمه الثانيه دائما تعتبر في شيء فن صار. هلا دقت بدون صوص هلا بدي ادوق بصوص. طبعا انا في بعض المحلات تركت الليه او الفات لانه بعرف خالته بتحب الليه. طيب دوق انت شيرو دوق. واو تعال 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 نعمل والله لدوق. حسيت بطعم الزعتر ورائحة الزعتر؟ ماما حارة ماما بس ماما شوي شو شوي خالتة في عندي أنا صحة 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 خالتة صحة كلي 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 ماما صحة خالتة صح والله طيبة عن جد ما بمزح. أوكي الفرد صحة صحة سمك ها شيل أوكي أوكي باشا أوكي أكيد أكمل بعد الحلقة. أكيد. أوكي. شباب إذا حابين حدا يدوق. شو عطيني محلمة؟ أنا دوقهم. أوكي حالياً أقدم لك صحن الشاورما الخاص بي. أوكي. أكيد أهل خاص حلب. لكن خاص لي. أهل حلب. لا مقاطعة. أنا هون عملت لك شاورما بطريقتي البرهومية. في عندك. الحلبية. الحلبية حصراً. عملت لك هون صوص الكوكتيل اللي بيجي مايونيز وكاتشب مع بعض خلصهم. وعملت لك سلطة على قد الإمكانيات اللي موجودة وفي ليمونة لو حبيت تضيفي شوية حامض إذا كان الأكل شوي يعني مالح كثير. بالتوفيق يعني. والله حامض. يا سلام. دب 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 رأيي جاب الصوص كمان. اوه بسام. بدي تقول لها كلمه. اوه يا شباب بلا شباب اخر زمن. والله اسمع. شباب اخر زمن. والله طلعني من الباب بلا ما اتفرج انا هلا. لازم تذوق السلطه مع الرمان والبندوره. يا جماعه كلياتكم لا ما تروحوا تاكلوا برا بدوقوا من هون. ايش في؟ عطيت انا نقية. انا رح اشوفها. واو بعد برهوم هيدا. مطلوا مطلوا. اوه برهوم تمام خلص. اسامة على انتك اوسي. انا بس بحب اقول اني انا ما عم ببالغ لاني بصراحه هي بصراحه عم بعطي ما عم بجامل يعني مو مشان الحلقه ولا مشان البرنامج. في عندنا فائز واحد حسب اللي عم بشوف انا هون. ناصر ناصر طلع. في عندنا فائز واحد يا شباب. اوكي واكيد الفريق هلا رح يدوق الطبقين رح يعرف اني انا حكمي كان عادل 100%. انت شو متوقع النتيجه؟ متوقع النتيجه صراحه اوسي يربح. ايه هيك
وانت نفس الشيء. انا اتوقع صراحه برهوم يربح لسبب. ليش؟ اللي هو انه الستيك اول ما تبرد ما بتاكل صراحه. واكل ولا لا اكل برهوم فيه لا الشاورما كمان نفس الشيء كانت. لا بس بهارات الحلوه تبع اللي حطها برهوم بتضل بالطعم بالتم بعد. شو رايكم بلا رومانسيات؟ انا حسيت كل واحد بالتوفيق يا صاحبي. ماما شو رايك؟ اعمل لي انفولو لخصي. هذا عم بتوضع على اساس ان الاصدقاء المخلصين عم بفضلوا هاد على هاد وهاد على هاد يعني رومانسيات هالحركات يعني. ماما نتيجه عندك يلا. النتيجة على مفودك. نمسك هيك. يلا اوسي وبرهوم. ايش سلام عليكم. عن جد وقت لعبوا له لبعض هيك عن جد والله جد والله جد سخونتكم طبخكم يعني ما توقعت ابدا. الله برهوم امسك لي تبعه امسك لك. هاي شهاده بتعرف هاي الشهاده بتاخذها معك ولا لا وديله يخطب. هاي ليش شو العروس يعني العروس وقت الجوزه بتدخل معها على المطبخ تنبسط. بعرفكم حاخذ خالتي هي تطبخ. اسمعوا شو تخطب لي وانت كمان وقت تروح تخطب تاخذ شهاده. هلا هي بدل شهاده المحاماه من امشيرو. شهاده من امشيرو تمام. بدل شهاده المحاماه ماشي سي مكتوب برهوم على شكل. اوكي ماشي متواضع متواضع. طب بس والله شوف 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 10 من 1 والله كفو بالانجليزي هي هيك صح شكرا حقيقه كل وصلنا لنهايه الحلقه. شكرا اوسي هذا برهوم حبيبي ان شاء الله. شكرا يا خالته ثانك يو برو اوسي حبيبي شير ويعطيك العافيه. شكرا للجميع ورا الكاميرا. شكرا كمان للجميع ورا الكاميرا وشكرا لكم اهم شيء. واذا عم تتسالوا نحن وين عم نصور هالمكان حلو هالمكان اسمه تي 1 كيتشن ستوديوز رح احط لكم روابط معلومات كلها تحت الديسكربشن بوكس. وكمان بدي اقول شكرا لياس برو ميديا برودكشن. شكرا يا شباب على الشغل الحلو وكمان رح احط لكم معلومات تحت صندوق الوصف. ويس جايز تفكروا كثير واستنونا بالحلقه الجايه. والسلام للسلامه الى اللقاء. باي باي.